qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin markuu dhintay kadib soo dardaarmay dardaarankiisiina si u dardaarmay loo sameeyey cajiib ninkaas owliyada ah markuu dhintay kadib soo dardaarmay miyuu ahaa muxuu ku dardaarmay dardaarankiisana yaa uufiyaa u sameeyey فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا هو درس جعل ميلو دونك تجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع والبئية قصة عصر سايدين شيغي سند كان جمعوين كقصة وأسكو قصينا سايدين شيغي قصة فاملة كشيكينيسو قصة الدين كشيكينيسو قصة صحابة كشيكينيسو قصة حكمة كشيكينيسو إن شاء الله مكسينو نقونيسا إن شاء الله تعالى كاس قصوين كواحد دقيش تفهم الكلمة أهن سنة كلا صور دافع وحالة دائما فهم اللي ضبع كذا شو حيابك كلو أو قصة بس قصة أهن ناقش شيء كيس أنا يرتاح تقولي أن قول سنين أجفة إديستا مرك قصة سنة كان وحنا كشي كيني أنا وحواي صور يدين كوشة وسقسينا لكن نين كمان تكشي كيني وأنا صحابي ليراه ثابت ابن قيس ليراه رضي الله عنه ثابت ابن قيس رضي الله عنه وحو كقيب قال دقال كي لله يمامة سا أكتهين نبي صلى الله عليه وسلم مركو دنتي كدب صحابة انت مدينة جوكتي عيدنا جوك عيدنا كاسنا وحا مضحوها أسام بن زيد أبو بكر خليفة نقضة عربتي جزيرة العرب دقنيت جزيرة دقنيت بضي ضوضة واكن نقضة دينتا واكن نقضة وحيد هنا نقا ما قارو حنا أنا صلاة ما تكنين قارو حنا زكاة ما بحنا قارو حنا محمد كان خميني واد أنت خلاص أنا واكن نقضني لكن أبو بكر رضي الله عنه الصديق أول خليفة أي قرآن رسمي قداس ولا لو بين قف ما ضحك قرآن رسمي نقاته قرآن وقاته ويري والله إله ما جعيسى كدارته قفك رسول صلى الله عليه وسلم حرك سينجر جوجي والله والله تقال ما سأسأله بين سنتين قرآن دولة ووحان وما ذا الحوائن لبدادي دين الحوائن لبدادي وحور زكاء صلاة لما كلا قادكر سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو جو وجري سأسمين جرتين قفكي ديدو والله والله تقال الله معلوم أبو بكر رضي الله عنه قوانك وقاتل صحابة أنا واكو راضي دقال كسو حاكمي دها مركا دقال كي ننكي مسيلم الكذاب والنبي نماذا شاكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم النون مسيلم الكذاب لو بحي ما يقول عيسى مسيلم الكذاب لو بحي قبيل وينو كبشتي ميال ذي يمامي دقنايين مركز يو دقال بضاني قلن دقال في مركز صحابة بضانا كل ما توحى كم ده دت كل انت حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا الكيسة كم ده صحابة بضانا كل ما تي أهد بضانا كل ما تي صحابة ده كل ما تي وحى كم ده خالد بن وليد إيو ده مديسة كم ده نكر ما انت كشيكيني نليراه ثابت ابن قيس رضي الله عنه ليراه أي كم ده ثابت ابن قيس رضي الله عنه دقال كيو كل انت مركو انت كدي بحوقي مت صحابة مت كم ده هو يمت محوقي مت ريو هو يمت سبحان الله فيري ريو هو يمت وحو يري مقل هذا لا ربع أنا كوش إسك إلالي إن تراهدنا ريو واي ريو ما أهن وحن كوي ما نوي وحن كوشي وي حقيقة واي ريو ما أهن وحن ربع وح كست عن كوشي قايو إن لسميو خالد أو تهتي وحو يري مركي أنت كدي مركي ليد يري كدي نين مسلمين تعيدوا المسلمين تكمد أيام يمت در كان أصي أو لسجع أو لسجع لسجع تسجع أو أدو قالي بضم أنا وتيور كيو إذا قاتي نين كاسنا وحو دقيني هيور مسلمين تجيس كده ماشي أسود دقيني هاي فرصة ماشي تاجو حرق وحر درع وحو كوخ وكوقري ماشي أسود كوقري تلمام أما استران وبحي وحان ربا إنا أتكت خالد بن وليد رضي الله عنه أرنتي إذا أشيكت نيك وردو كسوك هاي وانا لي اسكيلالي هي ما احنا لي انا ترى حقيقه وسوت ترى خالد بن وليد وتا خالد بن وليد وتا خالد وارنتا ساركي خالد بن وليد ولا يا بي دك اصحابي خلاص وحو نين ودر وحو نينك ميشو شي سو نينك كو شي تلمان بحرا لبدنا نينك ريودي نينك لا اسرائيل واتغي سو شيغي نينك فرست ميشي جوغي درع ميلو كجري وحا كو دبولن دبولكي لا قادي كيا كو لو قادي درعي ميش كجرو وانا لا سو بخي مركي ليسو بخي وحو ير مركي خالد لو سوق هذا كدي من ابو بكر هلوقي نينك ريوني ولي ودا وحو ير ابو بكر خليفه ده لو ديرو خليفه ده مركي لو ديرو كدي با اوشي او حوشتا هبل اي هبل اي هبل اي دين يقول كان هلا قضو دين تعليق بخي ادونك هبل الله الله لهين اله درتي سو حر ويحي خالد بن ود وحمركو اركي درعي وو قاضي
wuxuu u diray markaa Madiina ayuu u diray caasimada muslimiinta ayuu u diray qisani arintan uu sheegay warqad uu qoray wuxuu yiri arintaas aad dhacday inta maqay amirul mu'miniin ninka Thabit ibn Qays radiyallahu anhu wuu dhintay laakiin wuu riyooday arintaas aad dhacday arin soo u riyoodayna noqotay waa soo qaadnay dardaaranka adiga kuu soo ana qaybtayda waa sameeyay qaybtaada adigaan kuu soo diray maadaama adiga khaliifada tahay waxaan go'aansatay waa warqad uu akhriyay Abu Bakr radiyallahu anhu saxaabadii xataa Abu Umar rag waaweyn ay meesha joogay 10 mubashirina bil janna khali Abu Bakr joogo oo khaliifa Umar joogo Uthman joogo Cali joogo Sa'd joogo waxa Talha joogo Abdurrahman ibn Auf dadkii waaweynaa meesha joogay shafadiyan arintaa loo sheegay Abu Bakr maxaa sameeyneysa dardaarankiisu waa oofina uu yiri dardaarankiisu waa oofina ninkan waa dardaarankiisu loo oofiyay waa Abu Bakr radiyallahu anhu dadku diinta kulaha uu yiro hebel diima kulaha intaas ma kulaha diricigu gaday intuu suusiyay ninkii kalena uu yiro wuxuu yiri adoo hebel soo adoon ma ahayn ha ilaah dartiisu ku xoreeyay ee orod dhaqaaq Allahu akbar Allahu akbar qisadana walaalayaal intaasay ku agtahay maanta qiso sax ah waaye oo sanad saxiix ah ugu imaatay qisooyinka la sheego waxa ugu saxsan qisada quraanka ku jirto ama sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam saxiixada ku imaatay ama atharta saxaabada ka imaatay ayaa ugu saxsan qisadan marka radiyallahu anhu waxay ku dhacday saxaabiga jiliil radiyallahu anhu Thabit ay ku dhacday waana qiso saxiix bi sanad saxiix noogu timid walaalayaal qisadan intaas ay ku xigtay laakiin faa'iidooyin badan ayay leedahay faa'iidooyinkeeda qaar ka mid ah aan qaadinayna insha Allah ta'ala idinkana inta kala soo qoro faa'iidada koowaad aan qaadinayna qof kasta oo muslim waxa laga baahan yahay dardaarankiisa inuu qorto dardaarankaaga qoro inta nooshihid dardaarankaaga qoro allahu aclam waqtiga dhimanaysid sunnada nabigeena ka mid ah qofka inuu dardaarankiisa sii qorto oo meel dhigto sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay ka mid ahayd faa'iidada labaad aan ka qaadinayna waxa waaye diin haddii lagu wiyo leeyahay walaalayaalo aan iska bixinno diinta waxa ugu xun waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam zamankiisa waxaa dhacday nin aan yimid markaas wuxuu janaaza la keenay rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninka diin maa lagu leeyahaa kuma tukanay saaxiibkiina ku tukado yiri saxaabada mid ka mid ah wuxuu yiri sallallahu diintiisa aniga bixinaayo ee ku tukado rasuulku ku tukaday maalin kadib uu ninkii arkay ninka diintiisa ma bixisay maya rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu wajigiisa wuu gadootay oo ninka wuxuu yiri rasuulalla shalay leeyahay goormaan bixina maalinta kale haddana isaragno diinta ma bixisay hawa bixiye rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mataqaan al-ana barad hadduu qaboobay qofkaas macnaheedu waxa waa diinta arrin xun waaye faa'iida saddexaad aan ka qaadanayna waxa waaye saa ogtihiin khiyada axkaam lagama qaato laakiin ninka weli min awliyaa illaahi waaye rasuul sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisu ka mid ahaa waxaa dardaarankiisa oofiyey saxaabada rasuulka ayaa oofisay bal dadkii ugu khayrka badnaa Abu Bakar iyo Cumar iyo Cuhmaan iyo Cali meesha wada joogay ayaa oofiyey 10 mubashirin biljanna meesha joogta ayaa oofiyey marka ninkan weli min awliyaa ilaah qof walba nasiibkaas ma helo waxay sheegaan waa ninka keliya taariikhda inta laga yaqaano dardaarankiisa dardaarmay asigoo dhintay kadib saa ognahay qof walba wuxuu dardaarmay intuu noolyahay waa ninka keliya taariikhda lagu hayo dardaarmay markuu dhintay kadib sharafta jihaadka iyo sharafta shahaadada waa ninkan ilaahay intaas uu ku siiyey waxaa laga yaabaa inuu usoo baxay ilaahay dartiis usoo baxay laga yaabaa inuu shahaado raadsanayay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay asoo soo dardaarmin marka waa weli min awliyaa illaah waa qof kastana kuma dhacdo jazaakum allahu khayr baraka allah fiikum adeen waxaa ka faa'iideyd soo qor khayr allah hadiya siiyo baraka allah fiikum ilaahay darsiinay jecla waanu jimco soo socota iyo qiso kale cusub ilaa jimco soo socota la gaara waxaa laga rabaa inaad dhegaysatid oo ka faa'iideysatid wixii faa'iide a soo qortid jimco soo socotan qofka ugu horeeya noqotid tanna aada walaalaha la sii shirkinaysid allah idin xifdi jazaakum allah khayr baraka allah fiikum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu